ده واجب وطني. زي ما انت ليك حق على الدولة توفر لك خدمات سواء تعليم، صحة، طرق، كباري وخلافه، الدولة ليها حق عليك ان انت تسدد لها الضريبة المستحقة عليك. الدولة بتشجعك، الدولة بتدعمك، الدولة بتدي لك دعم في كل اي مشروع انت بتدخله. في نفس الوقت مصلحة الدولة ايه؟ ان انت تكسب، ان انت رقم اعمالك يزيد. كل ما زاد رقم اعمالك، كل ما زاد نسبة صافي الربح بتاعتك، كل ما زاد دخل المواطن نفسه. ده بيعود على حصيلة الايرادات الضريبية. كل ما زادت ايرادات الضريبية، كل ما نقص عجز الموازنة، كل ما زاد دخل الفرد العادي. فانا عايز اقول لصاحب اي منشأة، انت لا، انت بتدي حق الدولة، انت بتاخد حقك في كل الخدمات المقدمة ليك، في نفس الوقت لازم تدفع حق الدولة، ده واجب وطن عليك، بيعود عليك وعلى غيرك، سواء اخوك، ابنك، صديقك، كل كافة المجتمع الضريبي. فدي ثقافة المجتمع. احنا بنحاول دلوقتي نعيد الثقة تاني، عايزين نقول لهم لا، احنا قد يكون صاحب المنشأة ده اخويا، قريبي، ابن عمي، صاحب المنشأة ده مش غريب عليا، ده هو الطرف الثاني بتاع منظومة الضرائب المصرية.